ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاغتنم يا عبد الله، اغتنم صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك، كما وصاك نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الحال يتغير. معاشر المسلمين، وإن من النعم التي نسأل عنها يوم القيامة نعمة الحواس والإدراك بها، كالسمع والبصر واللسان. نعم معاشر المسلمين، إننا سنسأل يوم القيامة عن أسماعنا وأبصارنا وعن ألسنتنا وما تكلمنا بها، نسأل عن ذلك كله يا معاشر المسلمين. فلقد قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل يا عبد الله عن هذه الحواس، هل سخرتها فيما يحب الله جل وعلا ويرضى، أم أنك استعملتها فيما يسخط الله جل وعلا عنك؟ فسمعك للغناء، وبصرك للنظر إلى النساء، ولسانك للغط والفحش والغيبة والنميمة، والله المستعان. ولا تظنن يا عبد الله أنك تتنصل من فعل جوارحك وحواسك يوم القيامة، إنها هي نفسها تشهد عليك يوم القيامة، تشهد عليك يوم القيامة بما اقترفت وعملت بها من الذنوب والمعاصي، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.